تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. أهلا بك ولاء، تفاصيل أوفى حول هذه الحادثة، وهل هناك نتائج واضحة لمن يقف وراءها؟ نعم، أهلا بكم. نحن نتحدث عن قبل ساعات من الآن نفذ فلسطيني واخترق حاجز ما يسمى بالنشاش في بالقرب من بلدة الخضر غرب بيت لحم، وبعد هذه العملية أصيب فيها جنديان وانسحب الصائخ من المكان. لا زالت قوات الاحتلال تلاحق المركبة وتقوم بعمليات تمشيط وتفتيش عن سائق المركبة الذي لاذ بالفرار أو الانسحاب من تلك المنطقة. قوات الاحتلال قامت بعد ذلك باقتحام بلدة الخضر غرب بيت لحم، ونحن نتحدث أيضا عن عدد من المناطق، بلدة تقوع والمداخل والمخارج المؤدية إلى بيت لحم هي مغلقة بشكل كبير، واقتحام لمدينة بيت لحم، استنفار لقوات الاحتلال بعد هذه العملية. نحن نتحدث عن أن إصابة الجنديين هي إصابة طفيفة، ولربما أيضا جنود الاحتلال يتحدثون بين الحين والآخر بأن هذا الموقع، يعني قبل أشهر كان هناك عدة عمليات، ولكن هذه عملية أخرى من قبل الفلسطينيين تنفذ على الحواجز العسكرية المقامة على أراضي الفلسطينيين. نحن نتحدث أن الجنديين المصابين بهذه العملية هما من لواء عطسيون حسب ما تحدثت الرواية الإسرائيلية، وإصابتهم هي إصابات طفيفة. استنفار كامل لجنود الاحتلال. الآن قوات الاحتلال تطلق بكثافة الغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل، وإطلاق وابل من الرصاص الحي باتجاه منازل الفلسطينيين في بلدة الخضر. يذكر أن هذه البلدة يعني على مدار الثلاثة أيام السابقة والماضية نحن نتحدث عن اقتحام لجنود الاحتلال، اطلاق وابل من الرصاص الحي باتجاه المواطنين، داس لشاب فلسطيني على دراجة هوائية، وأيضا إصابة لسيدة بالرصاص الحي، أيضا إغلاق للمحلات التجارية في حال اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر، يتم إغلاقها بشكل كامل وهي على الشارع الرئيسي. أيضا يعني هذه البلدة تشهد العديد من الاقتحامات لجنود الاحتلال، وأيضا المواجهات التي تندلع بين الحين والآخر. يعني كل هذه الأمور التي تشهدها مدينة بيت لحم وخاصة بلدة الخضر لربما هي أحد الأسباب التي نفذها عملي صاحب أو سائق هذه المركبة. لا زالت هويته مجهولة، من هو الذي نفذ هذه العملية ولاذ بالانسحاب من المكان. لا زالت قوات الاحتلال تلاحق سائق المركبة ولا تدري إذا كان فعليا قد انسحب إلى بلدة الخضر أو حتى إلى بلدة تقوع، ولكن تجري عمليات تمشيط في تلك المنطقة وإغلاق لكافة المداخل والمخارج المؤدية إلى مدينة بيت لحم، ونتحدث عن اقتحام للمدينة. نعم ولا، لكن هذه الاقتحامات التي ربما يكون هناك علاقة كبيرة ما بين هذه العمليات، عمليات الدهس لأبناء هذه القرية، لكن أيضا هناك انتهاكات في بقية مدن الضفة الغربية، لا سيما وسط هذه التصريحات التي تخرج من المسؤولين الإسرائيليين للحديث عن بسط السيطرة الكاملة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ربما هناك أيضا اقتحامات في بلدات أخرى على مدار هذا اليوم أو حتى الأيام الماضية. نعم، في بلدة عزون كانت قد اقتحمت قوات الاحتلال بالتوازي مع عمليات الدهس بلدة عزون في مدينة قلقيلية، واعتقلت شابا فلسطينيا. ما زالت قوات الاحتلال تقتحم البلدات والقرى الفلسطينية، تعتقل الفلسطينيين. أما بالنسبة للتصريحات الإسرائيلية، على سبيل المثال التصريحات التي خرج فيها سموتريش ويقول بأن عام 2025 هو عام السيادة ووضع السيادة الإسرائيلية وبسط السيطرة بشكل أكبر على الضفة الغربية، لربما هذه التصريحات نالت قصتها ونصيبها من الإعلام.
نحن نتحدث أن هذه التصريحات اليمينية المتطرفة تعني أنه لا توجد حلم للدولة الفلسطينية، توسيع رقعة المستوطنات على حساب الفلسطينيين، شق الطرق الاستيطانية ومزيدا من التوغلات للمستوطنين والاستيطان في أراضي الضفة الغربية، لا سيما أيضا من بعد 7 أكتوبر نحن نتحدث عن 28 مستوطنة قد تبنى في الوقت الحالي، وهي تمهد قوات الاحتلال لبناء هذه المستوطنات، شرعنة البؤر الاستيطانية في أماكن متفرقة من الضفة الغربية، هجمات المستوطنين التي زادت بشكل كبير، عمليات وضع اليد على آلاف الدنومات من بعد 7 أكتوبر، البوابات الحديدية وأيضا المكعبات الإسمنتية التي زادت من تقطيع أوصال الضفة الغربية من الشمال وحتى الجنوب، هناك بعض البوابات الحديدية التي تغلق في ساعات محددة وتفتح في ساعات محددة من قبل الارتباط الإسرائيلي وأيضا من قبل التوجيهات التي تضعها الإدارة الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، على سبيل المثال المدخل الشمالي لمدينة البيرة وهو يعني حاجز بيت إيل ما يسمى بالدي سي أو وهو جاثم على أراضي الفلسطينيين في مدينة البيرة، يفتح عند الساعة 9 ويغلق عند الساعة 3، أيضا في العديد من البوابات التي قد فتحت في الآونة الأخيرة من بعد 7 أكتوبر وضعت قوات الاحتلال مواعيد وساعات محددة يمكن للفلسطينيين المرور عبر هذه الحواجز، ولكن بهذه الساعات فقط وبعد ذلك تغلق بشكل كامل في وجه المركبات الفلسطينية. هذا تضييق الخناق على الفلسطينيين، وهذا من شأنه أن يسعى إليه سموتريش بتدعيم المستوطنات ووجود المستوطنين في الضفة الغربية بوضع هذه مزيد من البوابات الحديدية وأيضا المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية على كل المداخل والقرى والبلدات الفلسطينية، بحيث يمنع الفلسطينيين من تنقلاتهم من الشمال من الوسط وأيضا من الجنوب، وأن تكون هناك تحكمات بالفلسطينيين متى يخرجون من هذه المدينة ومتى يعني يذهبون إلى تلك المدينة. كل هذه التضييقات من شأنها الحد من حرية الفلسطينيين بالتنقلات في الضفة الغربية، لا سيما أن الحرية هي محدودة بفعل الحواجز العسكرية الثابتة والطيارة المقامة على أراضي الفلسطينيين. أشكرك شكرا جزيلا ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، شكرا جزيلا لك.